في جولة المحافظات معنا النهاردة مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت في عدد من المحافظات المصرية، كمنها استقبال حديقة الحيوان في بني سويف ل10,000 زائر خلال أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، وكمنها أيضا بدء حصاد محصول القمح في محافظة الشرقية بإنتاجية للفدان وصلت إلى 18 أردب. كمان امبارح في محافظات تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية ل 11,271 طفل في المنيا ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر للأطفال حديثي الولادة، ومتحف آثار الإسماعيلية احتفل بيوم الأرض العالمي. خلينا نتابع التفاصيل والأخبار في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من بني سويف اللي أعلنت فيها حديقة الحيوان إنها استقبلت 10,000 زائر خلال أول وتاني أيام عيد الفطر المبارك وسط حالة من السعادة بين الزائرين. في شمال سيناء تم الاستعداد لاستضافة سباق الهيجن بالتعاون مع وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والثقافة في الفترة من 26 ولحد 27 إبريل، وبتشتهر مدن سيناء بفعاليات سباق الهيجن وتحديداً العريش. في أسوان تم تجهيز 40 حديقة ومتنزه موزعين بكافة المراكز والمدن لاستقبال الآلاف من المواطنين والمترددين عليها من الزائرين والأفواج السياحية للاستمتاع بمكوناتها الجمالية في أجواء احتفالية وطقس مشمس رائع. في الأقصر أعلنت مديرية الأوقاف أنه بيتم العمل في مشروع صكوك الإطعام، ونجحت المديرية في بيع 330 صك في الإدارات المختلفة، وده في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف، وتم تخصيص 11 منفذ لبيع الصكوك للمواطنين. في الشرقية أكدت مديرية الزراعة أن حصاد محصول القمح بدأ بمركز الحسنية ووصلت إنتاجية الفدان ل 18 أردب، ولحد دلوقتي تم حصاد ما يصل ل 6,000 فدان. في المنيا أعلنت مديرية الصحة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأطفال حديث الولادة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر للأطفال حديث الولادة لعلاج ضعف السمع، وتم توقيع الكشف والفحص الطبي على 11,271 طفل حديث الولادة بالوحدات ومراكز الرعاية الأساسية خلال شهر مارس. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم خلال الأسبوع الجاري 153 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار. في الإسماعيلية احتفل متحف الآثار بيوم الأرض العالمي اللي بيوافق يوم 22 إبريل من كل عام، وخلال الاحتفالية تم زراعة مجموعة جديدة من الشتلات للنباتات العطرية ونباتات الزينة في الحديقة المتحفية بمتحف الإسماعيلية.